السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نلعب لعبة جديدة نازلة في جوجل بلاي، موجودة لعبة في جوجل بلاي، أي واحد يقدر ينزلها، لعبة باتل رويال. الحقيقة اللعبة ما عندي معلومات عنها كثيرة، لكن مدام باتل رويال حلوة اللعبة. اللي لعبوا وياي اللي متابعني من زمان بالقناة، لعبت أنا تي 3 أرينا. الان نزلت تي 3 ارينا بجوجل بلاي، يعني اللي يريد ينزلها موجودة. هي على نمط تي 3 ارينا، 3 فيز 3، يعني 3 ضد 3. واللعبة تطلب اندرويد الحقيقة عالي شوية، وسط، يعني احنا نسميه وسط مو عالي، 5.1 او بلس، يعني 5.1 او اكثر يدعم نقالك الاندرويد هذا حتى تشغل اللعبة. اللعبة قدامكم مثل ما شايفينها، تقريبا مشابهة لتي 3 ارينا اللي قلت لكم نزلت، لعبناها من زمان احنا في قناتنا. راح نبدي اللعبة ونشوفها ان شاء الله، ان شاء الله تستمتعون وتحوز على اعجابكم اللعبة. طبعا هذا الزاوية، التحرك في الزاوية، شايفين تحرك يمين يسار. طيب روتيت ذا كاميرا، يقول لف الكاميرا. الان الاطلاق، طيب يقول هولد اند دراج، يعني دوس على النار واسحب. غد تلقون بعض العيوب الحقيقة في اللعبة، لأن اللعبة جديدة، واستخدام المنتج قبل الإطلاق طبعا دائما يصير فيها عيوب اللعبة قبل لا تنزل اللعبة. جريت عظيم بابل باريل، هاي بابل بارل اللي اخذناها، هاي نوع من المكافآت كمساعدة ينطينا اياها. الان تقدم، الان يريدني استخدم البازوكا. اي الاتجاه، اذا المهارات انطاني فاير بوليت، طلقة نار ايضا انطاني، اكو بازوكا، اكو استخدام الكاراتيه، طبعا حركة الكاراتيه شايفينها هم اقدر استخدمها. فيكتوري، اول مستوى ربحنا فيه فاي. طبعا راح استعرض اللعبة وياكم، بس الان يقول فايت، اكيد فيها ابجريد للسلاح وفيها ابجريد للشخصية ايضا، شخصيات هواي بيها، اسلحة كثيرة فيها الحقيقة اللعبة. الان معركة حقيقية،
استخدم البازوكا، استخدم كل شيء. قتلت اثنين دبل كيل. هاي الثلاثة اختار منهم واحدة. نيوكلير روكيت، اختاريت صاروخ نووي. وين راح؟ ثلاثة قتلنا، تريبل كيل. دمنا راح، خلص. ديسبان ان 3 مينت، راح يعيدك المعركة. عادنا اقتل هذا، راح مات. التنوع لونج سايد، دبل روكيت، دبل روكيت، صاروخ مزدوج. اللعبة مسلية الحقيقة، بس قلت لكم استخدام المنتج قبل اطلاقه يعني يصير فيها بعض العيوب. قتلت اثنين الان، هذا ان شاء الله هذا الثالث. ماكو دم يرجع الحقيقة، ادور دم، رجوع الدم ماكو. قتلت اثنين هذا واحد. فاير ريت، فاير ريت اسرع. شايفين الفاير ريت شلون زاد القوة مع طلقاتي. قتلت اثنين، قتلت ثلاثة. لا أخذني هاي العلامة الزائد طبعا مع ال مال الإحياء شفاء. كل هالمعركة وخسرنا. أنا طبعا لعبت خوش لعبت، بس جمعت شوية يعني. هذا أنا بالنص قاتل 8.
رانك ام بي تي، الرانك راح يصعد طبعا. هاي الجوائز اخذناها، سيسن باس، كواليفيكيشن، المؤهلات، كويست. خلينا نشوف التطوير، اذا اكو تطوير. شوف الصندوق هذا، اندر تشيست 49، بنك باس بندل، جو تو شوب. لا ما اريد الشوب، نفتح الصندوق. انطاني شفاء 92، السلاح مطورة بقريتس. طيب كل ما تقدم باللعبة كل ما يصير سلاحك اقوى. وهاي طبعا خل نلعب حتى نقوي اسلحتنا. وهاي نشوف هذا شنو كومنسون. شخصيات، هاي السلاح ابجريد طورناه. ايضا هاي شنو البازوكا ابجريد، طورنا البازوكا. بعد شنو اكو؟ اد فريند، هنا اضيف صديق. اللغة انجليش، لا هاي الضبط مالك الاوبشنز. روح فايت، بس جماعة يكون شدن حيلهم شوية وياي. ثلاثة ضد ثلاثة، شايفين صار سلاحنا مطور. و شوف سلاحي شلون طورته، صار قوي شوية. هذا اول واحد راح، وينهم؟ الثاني راح يروح، راح عليه هذا. خلينا نقتله شباب. تقدر تلعب انت وربعك طبعا، سووا لكم فريق وتنزلون. اروح اخذ الشفاء، شايفين الشفاء؟ الو وراح ما ثاني قتلته، ثلاثة قتلت. قويت الطلق مالي، هذا شفاء. الآن اتصلنا عليهم. لعبة جميلة الحقيقة اشوفها شباب، انا اتمنى تلعبونها وتعطوني رايكم بالتعليقات. صدقوني لعبة جميلة انا اشوفها، وسهلة سهلة كل السهلة. فاتمنى تعطوني رايكم بالتعليقات. مثل ما قلت، هذا كان هذا اخوكم ماجد، هو وياكم ان شاء الله ادور لكم العاب جديدة جميلة، ونرجع مرة ثانية لكم. حتى ذلك الوقت اشوفكم بخير وصحة وعافية. في أمان الله حبايبي.